خليك معي يا الغالي، نحسب هذه الحسبة صح، والله شيء فوق الوصف. قبل كذا نقول القرآن يبدأ من الجزء الأول، الجزء الأول من الفاتحة، البقرة، آل عمران إلى سورة الناس 30 جزءا. طيب ما هي هذه الحسبة؟ شوف الوجه الواحد من القرآن زي كذا فقط، هذا الوجه فيه ما يقارب من 5000 حسنة، يعني وجهين صفحة تقريبا 10000 حسنة. طيب احسبها 10 صفحات، يعني جزء كامل كم فيه حسنة؟ تقريبا ما يقارب من 100000 حسنة في جزء. طيب القرآن كامل 30 جزءا، ما يقارب من 3 ملايين حسنة. 3 ملايين حسنة ختمة جزء فيه 100000 حسنة، يا الله كم نفرط. بعضنا يجلس شهور لا يقرأ القرآن. يا أخي لو قالوا لك عندنا شغلة تشتغلها نصف ساعة نعطيك عليها 100000 ريال، في أحد ما يوافق؟ هذا مجنون، لو يعطونك 1000 ريال وافقت. طيب يا أخي إذا كنت بطيء تقرأ الجزء واحد في نصف ساعة، الله عز وجل يعطيك عليه 100000 حسنة، وفضل الله لا يحد، واسع.